في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بولس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الشيخوخة وعلى علاقة بطرس ويوحنا متى بلغ بطرس سن الشيخوخة. قال: في الحوار الذي دار بين يسوع وبطرس في نهاية إنجيل يوحنا نجد مقطعين يتعلقان تحديدا بالشيخوخة. الأول عندما قال يسوع لبطرس: عندما كنت شابا كنت مكتفيا بذاتك، لكن عندما تتقدم في السن لن تكون سيد نفسك وحياتك. والثاني عندما قال له: إن الضعف سيرافقك حتى لحظة الاستشهاد والموت. أراد يسوع أن يقول بذلك لبطرس: إنك باتباعك لي يجب أن تتعلم أن تترك نفسك تتنشأ وتتكون من خلال ضعفك وعدم قدرتك واعتمادك على الآخرين، حتى في ارتداء ثيابك وفي سيرك. لكن التجربة هي أن المسن يريد أن يحافظ على دوره الرئيسي ومكانته، وقد يحسد الجيل الصاعد بعده، كما فعل بطرس عندما رأى يوحنا يتبعهما فسأل بطرس يسوع: يا رب، وهذا ما شأنه؟ أجابه يسوع بصراحة وبشيء من الجفاء: فما لك وذلك؟ أنت ما شأنك في هذا؟ أنت اتبعني فقط. لذلك ينبغي على كبار السن ألا يحسدوا الشباب الذين يأخذون مكانهم والذين يبقون بعدهم في الحياة. كرامتهم هم المسنين هي في إخلاصهم للحب الذي أقسموا له وللإيمان الذي آمنوا به حتى في نهاية حياتهم، ويبقون في ذلك مثال تقدير وتكريم من قبل الشباب، وكذلك لهم تقديرهم وأجرهم عند الله.